حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبه عن عمرو قال سمعت ابا وائل قال حدثنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله